مشاهدينا إلى شارك في أسبوع، وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم محطات الأسبوع الماضي على السوشيال ميديا. مدينة غات كانت ترند بداية الأسبوع، وفتحنا الموضوع للنقاش في شارك من زاوية شن تعرفوا عن مدينة غات غير سيول. تحول إلى ترند ليبي على جل مواقع التواصل الاجتماعي بهدف المساهمة في تنظيم الإغاثة، تقديم يد العون لأهالي المدينة اللي ما يعرفش عدد كبير من الليبيين عنها غير مكانها البعيد في الخريطة. غات مدينة تتربع في عمق الجغرافيا الليبية وتضرب في عمق التاريخ البشري، تبعد عن طرابلس 1340 كيلومتر وعن بنغازي 1740، هي أبعد ما تكون عن المدينتين ولكن أقرب ما تكون عن ليبيا. في غات موروث ثقافي واجتماعي غني يجعلها مدينة مختلفة تماماً. أثار التاريخ فيها ترجع لأكثر من 7000 سنة قبل الميلاد، ولما كان العالم مجموعة قبائل كانت غات أشبه بدولة من الدول العالم الحديث، دولة بدستور وعلم وعملة هي الدينار الغاتي. هذه غات اللي جاها السيل وجمعت الليبيين باختلافهم، هذه غات بدت تتعافى وترجع للحياة، وعلاش لا؟ ما يكونش اللي صار بداية جديدة لليبيا اللي نحلم بها جميعاً. السلام عليكم، أنا عندي رسالة نبي نوصلها لكل الليبيين. أنا طبعا من سكان غات، المدينة اللي صارت فيها الفيضانات والأمطار الغزيرة، أنتم كلكم شفتوها، وشي هذا واقع مش نفاق. عندكم العلم جميع المدن الليبية قاعدة في غات حاليا، وكلهم يقدموا يد العون لغات. عندكم العلم إن الإنسانية اللي صارت في الموقف هذا تخليك إن تقول ليبيا ما فيهاش أي اختلاف وأي حرب وأي مشكلة. سبحان الله يا ناس، عندكم العلم أنا كنت في المطار في طيارة طالعة من مطار محتيقة لغات رافعة إغاثة، الناس بدأت تجي تبي تتطوع، الناس منسوا الاختلاف، كلهم عندهم إنسانية. إن غات هذه مدينة ليبية، لازم احنا نشدوا في دين بعضنا ونكون يد واحدة باش نقفوا مع أهالي مدينة غات. بصراحة الموقف هذا يثبت أن احنا مشكلتنا مشكلة سياسية، الاختلاف اللي فينا مش إنساني، اختلاف سياسي، واحنا يعني من الشيء هذا اللي صار نقدروا نحلوا مشاكلنا وترجع ليبيا يد واحدة. لما سمعت بالسيول، طبعا السيول اللي ما يعرفش ان السيول هذه سنويا تنزل لغات، تبدا جايه من الجزائر من جبال اللي هي امتداد اللي هي تسيلي اللي هي امتداد لأكاكوس، جبال أكاكوس اللي عندنا. عادة السيول تكون بكمية مش كبيرة للدرجة هذه، وتمتصها الرمال قبل أن تصل إلى غات، أو يكون ارتفاعها شبر أو 20 سنتي. السنة هذه جت كمية كبيرة. طبعا دخول السيول كان كبير، أنا ما سمعتش بالموضوع هذا إلا بعد ما وصلتني رسالة صديقي ناصر مغار، وشفت صور الفنان يعني أو المصور الرائع إبراهيم موسى، هو اللي نقل لي الموضوع. فورا درت نداء في الفيسبوك، جماعة هي غات تنادي، لبيك غات. أولى الصور اللي نزلهم ناصر ما فيش حد حس بهم غات، لما نزلنا الصور ووصلت للعالم ودرت لهم شير تفاعلوا إن يا جماعة راهو الناس حياشها مترو بالضبط، يعني المية واصلة لمتر فصل الحياش، ومناطق بالكامل تعبت المية. بدينا نديروا وناقشنا معاكم الأسبوع اللي فات أزمة الضي، وكان لأول مرة في نقاش وتفاعل مباشر بين المواطنين ومسؤول على قناة ليبيا. أزمة الكهرباء في ليبيا تجاوزت عامها الثامن هذا العام، ووصلت أقصاها هذه الأيام اللي ترتفع فيها درجة الحرارة، يرتفع معها عدد ساعات الأحمال المطروحة، الأمر اللي يخلي الكهرباء الحديث الأول والأهم للمستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي. تذمر الناس من استمرار الأزمة اللي قابلت الحكومات المتعاقبة والشركة العامة للكهرباء بمواقف متصاعدة، من الدعوة إلى المزيد من الصبر إلى الاتهام المباشر للمواطن بتسببه في الأزمة.
لو مثل على سبيل المثال وسامحوني في هذا السؤال، أن أي مواطن نقول له كم ليك ما دفعتش فاتورة الاستهلاك، حتكون الإجابة من 7 إلى 8 سنوات الأغلبية يعني. والشركة العامة الكهرباء تنتج الطاقة الكهربائية، والمستخدم الكريم يستهلك الطاقة الكهربائية، في مسؤولية على الشركة العامة الكهرباء كما أنه هناك مسؤولية على المواطن الكريم. هذا الاتهام انقسموا حول المواطنين في الوقت اللي شاف البعض منطقي استنادا لتبريرات الشركة بتوقف الجباية وسلوك الناس في استهلاك الطاقة، شافوها آخرين غير منطقي وحملوا الشركة مسؤولية استمرار الأزمة وسوء إدارتها خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الأحمال على المدن والمناطق. وبين موقف الشركة وموقف المستهلكين تستقبل طرابلس ومدن أخرى أيامها على وقع دوشة المولدات وتودع نهارها عليه، لسان حال الناس فيها يقول وزعوا الأحمال لكن لا تحملونا ما لا طاقة لنا به. واليوم نعم. لأول مرة على أي شاشة ليبية نعم. حتكون أنت مع المتصلين الليبيين اللي حطوا آرائهم وحيتواصلوا معنا في الفقرة الثانية من برنامج شارك. أنا زينب من الخمس، مرحبتين، مساء الخير. أهلا بك زينب، أكيد سمعتي لكل الآراء وأستاذ محمد وأيضا ما قدمته وزارة الكهرباء من حلول قريبة أو آراء لحلول قريبة، شو حابة تضيفي أو تسألي أستاذ محمد؟ مشكلة مفتعلة، يعني زي ما تشوفي يكسروا في معدات الكهرباء ويمشي يقطعوا في الأسلاك ويبيعوا، تحسها مشكلة مفتعلة وخصوصا في مدينة طرابلس والحرب عليها تو. نعم هذا رأيك زينب. ممكن أستاذ محمد يرد عليك لو ما زال موجود معنا على الهواء. أستاذ محمد سمعت لزينب اللي قالت أن هذه المشكلة ممكن تكون مفتعلة، يعني وبعض التعليقات أيضا أتت على صفحتنا هذه مشكلة مفتعلة، هل هذا الكلام حقيقي أستاذ محمد؟ أنا أقول للأخت زينب أن كل مسؤول لديه أخ وأخت وعمة وخالة وينقطع عليهم الكهرباء. أنا لدي بيت ينقطع عليه الكهرباء ولدي أولاد وأخ وأخ وكل المسؤولين في الشركة العامة الكهرباء، بل كل العاملين لديهم أقارب ينقطع عليهم الكهرباء، فكيف تكون مفتعلة بالله عليك يا أخت زينب؟ في ناس الآن تعمل تحت درجة حرارة مرتفعة جدا جدا في يوبان من أجل أن يريح الأخت زينب من عملية طرح الأحمال لساعات طويلة، وتفجيهم بأن طرح الأحمال مفتعل هذا كثير ونضع العاملين الآن ليعملوا وجهد مضاعف وشغل تحت إشاعة الشمس القوية وفي الصحراء هناك في وباري، وتأتي أخت وتقول أن أزمة الكهرباء مفتعلة، ولكن سمحت الله فإن أزمة الكهرباء ليست مفتعلة. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور في طرابلس في طريق الشط يظهر إنارة كل طريق أثناء النهار، وهو ما أعده المعلقون إهدار للطاقة من قبل شركة الكهرباء وهي تلوم في المواطنين. النازحين ومعاناة أهلنا اللي وصلت في كل الليبيين كانت واحدة من قصص شارك. 70,000 ليبي تقريباً وأكثر من 13,000 أسرة نازحة، أرقام كبيرة لعدد النازحين اللي فرضت عليهم الحرب، رمضان وعيد وصيف مختلف هالعام. هذا الرقم الكبير أدى إلى انتشار حملات المساعدة الإنسانية سواء على مستوى المؤسسات والمنظمات أو على المستوى الفردي. حكايات الناس النازحة لا تنتهي، وتجربتهم المريرة في البعد عن حياتهم الخاصة حتستمر لسنوات وسنوات، وربما مش حينسى كل الليبيين هالمشهد اللي سبق وعرضاته قناة سلام. احنا ساكنين في حوازة، هم خشوا لحوازتنا ويضربوا. احنا 5 أيام قعدنا في الضرب، بعدين مشينا لجارنا، بعدين حوش جارنا طاح، بعدين
والشيء الوحيد اللي ربما يهون مرارة النزوح والتجربة الإنسانية الصعبة اللي يعيشها النازحين هو التفاف الناس حولهم، محاولة المساعدة سواء بتوفير الاحتياجات الأساسية أو من خلال الدعم النفسي خاصة للأطفال. ورغم هذا التضامن الشعبي والحملات المنتشرة لمساعدة النازحين، ما زالت الدعاوي مستمرة لتوسيحها، خصوصا مع اقتراب الأزمة من دخولها الشهر الثالث وارتفاع عدد النازحين من فترة للتانية. وفي وقت يغيب فيه دور الدولة بشكل واضح، يبرز السؤال عن دور المواطنين في مساعدة النازحين من مناطق الاشتباكات، كل النازحين مش بس الموجودين في مراكز الإيواء. كيف استخدمتم اليوم محمد وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا المتطوعين، يعني عشان نزيد أعدادكم وتكون كبيرة؟ تمام. بالنسبة لأعدادنا، إحنا كداخل الجامعة، اتحاد طلبة جامعة طرابلس لي صوت، خلينا نقول لي صوت كبير داخل الجامعة، وحاليا الفترة الأخيرة بدأ الصوت خارج حتى الجامعة. بمجرد أن اتحاد طلبة جامعة طرابلس ينشر بوست على صفحته، في صفحته الخاصة على التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيكون في عدد كبير يعني لمشاركة أو مشاهدة هذا، خلينا نقول هذا البوست. هذا غير أن كان الموضوع إنساني. خلينا نقول ان احنا معظم الليبيين موضوع الانسانيه يتحرك داخلنا بالفتره، الشيء هو احنا كليبيين اول ما نسمع ان في عمل انساني طول نجرو عليه، الشيء هو يعني ماشي فينا، احنا جاينا بالفتره يعني منذ الصغر احنا تعودنا على الاشياء هي. نستنبط من كلامك محمد ان كان في تجاوب من الليبيين يعني عند بدء حملتكم، زي ما تجري في الدم. لو ما كانش في سوشيال ميديا اليوم في عالمنا محمد، هل كنتم حتقدروا توصلوا لهذا النجاح او تجمعوا عدد كبير من المتطوعين اليوم؟ مستحيل. يعني السوشيال ميديا دورها مهم في حياتنا، لان السوشيال ميديا لها اضرار ولها نوافع. حاليا احنا بدينا في العصور المتقدمه، يعني احنا في السنوات المتقدمه هي السوشيال ميديا بدت شيء اساسي. نرجع لمحمد من جديد. محمد، سمعت لي محمد من قصر بغشير وسالته سؤال مهم جدا عن ثقافه التطوع في ليبيا اليوم واصبحت منتشره. اليوم منظمات المجتمع المدني الليبيه والعالميه في وقت الازمات كانت موجوده، هل تعاونتم معها؟ فقط تعاوننا كان مع المنظمات اللي كان معها، الكشاف بخصوص الحملة هذه، فقط كان تعاوننا مع الكشاف، كان مع يعني عدة فوج من الكشاف، في فوج هايلاندلس كذلك. مشاهدينا الكرام، فاصل أول وراجعين. أهلا بكم من جديد. أكيد كلكم شفتوا هالفيديو للعريس اللي صفر واللي اختصاص كبير على صفحتنا شبكة سلام. Come on.
حوتة تاكل في الحديد وشبكات الصيد وفوقها سامة طلعت على الشواطئ الليبية. هذا الكلام المنتشر على الفيسبوك هالأيام، والقصة باختصار هي ظهور سمكة الأرنب المعروفة على شواطئ البريغا، والكل تداول هذا الفيديو. لا لا في حاجه صفه جو هنا في الزرق. اه هيا صور انت. اه صور سيدي وريهم لنا. هذه الارنب اهلا كتر تاكل البشكوط كتر تاكل تاكل البشكوط مسعود مسعود ماشي مربيها مسعود ماشي شادي. مغامرة جديدة من السفر والترفيه لمجموعة مصورين شباب ليبيين اللي تعاونوا مع إحدى شركات لتصوير مناطق سياحية في تركيا من خلال عدساتهم وصناعة أفلام وفيديوهات قصيرة. ويعد هذا الأمر تشجيعاً للسياح الليبيين لزيارة المدن التركية. هالفيديو اللي نقل لجمهور التجربة اللي عاشوها شباب كان لها ردود فعل على صفحات الليبية، بين مرحب بالفكرة ومن مشجع لإنتاج هذه الأعمال بالداخل الليبي. ميرور وحلقة نوز دايف، هالحلقة تورينا عالم معتمد على السوشيال ميديا، وكل حد في هالحلقة يستنى في تقييم عالي يخليه في دائرة المرغوبين اجتماعياً، واللي لازم تكون أكثر من 4.2، وهالريت يتأثر بكل شيء حتى من نظرة بسيطة تعطيها لحد مجهول واقف جنبك في الباص. في مجتمع مع باصور نمطية تعيش ليسي الشخصية الأساسية في الحلقة في محاولة لشراء شقة في منطقة راقية، ولكن ما تقدرش تشريها إلا بحصولها على تقييم عالي يخليها من الأعضاء المفضلين للعيش في هالمنطقة. يسترسل المسلسل محاولات ليسي الواعدة في البداية والمدمرة في النهاية لرفع درجات تقييمها من خلال تعاملها مع الناس. وفي نهاية المطاف وبعد ما تتعرض لانهيار عصبي نتيجة لكل هالضغط النفسي اللي تمر به، تظهر الحقيقة بالكامل ويتبين إنها كانت تعيش في كذبة من أجل مجاراة الواقع، وينتهي بها المطاف في السجن وتتعارك مع حد في زنزانة مجاورة. تجربة درامية غريبة شوية من حيث الفكرة، ولكن لما تتفرج عليها تحس إنها تعكس واقعنا وتحكم السوشيال ميديا في حياتنا. Black Mirror وحلقة Nose Dive،
هالحلقة تورينا عالم معتمد على السوشيال ميديا، وكل حد في هالحلقة يستنى في تقييم عالي خليه في دائرة المرغوبين اجتماعيا، واللي لازم تكون أكثر من 4.2، وهالريت يتأثر بكل شيء حتى من نظرة بسيطة تعطيها الحد مجهول واقف جنبك في الباص. في مجتمع مع باصور نمطية تعيش ليسي الشخصية الأساسية في الحلقة في محاولة لشراء شقة في منطقة راقية، ولكن ما تقدرش تشريها إلا بحصولها على تقييم عالي يخليها من الأعضاء المفضلين للعيش في هالمنطقة. يسترسل المسلسل محاولات ليسي الواعدة في البداية والمدمرة في النهاية لرفع درجات تقييمها من خلال تعاملها مع الناس. وفي نهاية المطاف، وبعد ما تتعرض لانهيار عصبي نتيجة لكل هالضغط النفسي اللي تمر بيه، تظهر الحقيقة بالكامل، ويتبين إنها كانت تعيش في كذبة من أجل مجاراة الواقع، وينتهي بها المطاف في السجن وتتعارك مع حد في زنزانة مجاورة. مساعي ليسي في الحصول على الكمال يندرج تحت مبدأ الطحونة اللي فسر علماء النفس بعدم الشعور بالرضا عن الذات واستمرار بحثنا عن الكمال الغير موجود، وهو شيء تختبر ليسي ديما حتى بحصولها على درجات تصنيف عالية. ترد وتدور عن شيء جديد وتقعد مش راضية عن نفسها وتشعر بوحدة مستمرة. السوشيال ميديا مش هتخلينا سعداء، حاولت ليسي بقدر الإمكان تخلي نفسها سعيدة بشيء ما يحققش السعادة فعلا، وابتعدت عن كل شيء حقيقي واستمرت في البحث عن أشياء افتراضية مكررة نفس الخطأ. دراسة ورا دراسة تقول لنا إن منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر هي مصدر سعادة مؤقت عن طريق حصولنا على بعض الإعجابات والتفضيلات. العكس تماما في الواقع، الوسائل تنقل طاقة سلبية وتأثر حتى على صحتنا النفسية. بمعنى آخر، إن وسائل التواصل الاجتماعي مش هتخلق إلا سعادة قصيرة المدى، وصعب تكون فيها مجتمع فاعل بنسبة 100%. وإذا حاولنا نخلوه فاعل حينتهي بينا الأمر لانهيار عصبي، ويمكن زي ما صار الليسي حنلقوا روحنا في زنزانة نصرخ فيها على شخص غريب. يعني فيديو الراجل الإيطالي اللي يتكلم باللهجة الليبية دعا الليبيين للمصالحة ووقف الاقتتال فيما بينهم وتغنى بجمال بلادنا. صباح الخير يا أخوتي الليبيين، أنا إيطالي، الاسم متاعي لوتشانو، مولود في الزهرة وروحت في السبعين. أنتم طبعا نبي ناخذ شوية وقت باش نكلموا جميع شوية. أنتم خوي، أنتم أنا خليت خوي غادي، جيت هنا في السبعين في إيطاليا، ما خليت نص قلبي، خليتهم غادي، خليتهم في هلبة خوي غادي، ما فيش صحاب، أنا عندي خوي غادي موجودين. أنا في المزرعة 26 في الزهرة، خوي جاي وقت الحرب في إيطاليا، في حرب جاي غادي، خوي عنده 8 سنين في 31، جاي غادي العام 31 32، هو سمعتونوتش في حلبة، في حلبة ليبيين كبار يعرفوه تونوتش اسمه هو. وفي طبعا أنا ورش شفارة، أنا في الزهرة ورش شفارة، وروحت أنا في السبعين وخليت ليبيا مرتاحة. من عم تروح أنا هنا، روحنا هنا 20,000 روحنا كله في إيطاليا، وقعد تشوف، وقعد 20,000 هذول عم تتلاقوا مرة في العام، نتلاقوا جميع وشين نديروا، عم تندرسوا، ندرسوا على ليبيا، ندرسوا على المدرسة، نقروا على شارع الوادي، ندرسوا على شارع السنكلار، ندرسوا الآن نمشوا في شارع 24 ديسمبر، في شارع مر مختار، ونمشوا البحر، نمشوا في الليدو، في قرقارش، تري قرقارش في الليدو، ننزل البحر غادي، ونمشوا الزنزور، وين في الطنارة، زمان في الطنارة في الزنزور، وين ياخذ الحوت في الطنارة كبيرة في الزنزور، طريق اللي يمشي الزابية. وطبعا ندرزوا، وامتى ندرزوا شنو الماكل اللي ناكلوا فيه، ونديروا كوسكسي، ونديروا رشدة وشكشوكة، ومرات نديروا حتى الشرمول. قاعدين شوف هنا، هنا إيطالي يشكو فيك حلمهم، هنا إيطاليين، الدولة إيطالية يا شباب ليبي، يا شعب ليبي، راهو إيطاليا معكم ما يسيبوكش.
في دولة تانية سيبوكم يبقوا مشاكل في ليبيا، الدولة الإيطالية معكم، أي حاجة تبغوه تفضلوا. كيف زمان أنت جينا غادي هنا إيطالي مسكين، جينا غادي أنت بقولتوا تفضلوا، أعطيتنا كل شيء. أنت جينا غادي بوي صغير أعطيته كل شيء، ما خلينيش شيء، أنت مزوم حاجة قلتوا ديما تفضلوا، أنت نيتو كبير ونقولوا تفضلوا. تو نسمع فيه في النشرة، نسمع في الجرايد، علاش قاعد في حرب؟ تو في طرابلس قاعد في حرب، أنت مفوت، علاش؟ ما توفقوا جميع، ما تولوش جميع، ما توفقوا جميع، سيبوا الحرب، سيبوا، سيبوا سلاح، خلوا سلاح، وقفوا سلاح، علاش أنت الشباب تبوا تزوجوا، ديروا عائلة. ورجعين من جديد. نحلم بالمستقبل، عندنا أمال وأهداف نبو نوصلها. شبكة سلام أثارت الموضوع على منصتها الإلكترونية وكانت الأحلام كبيرة. الوظيفة مش شيء جامح ولا هي مجرد طموح، الوظيفة هي شيء حتقعد تديرة 7 ساعات في اليوم وفي 5 أيام في الأسبوع عشان تقدر تخشش دخل في 3 أو 4 أرقام، وحتستمر تديرة لحوالي 40 سنة من عمرك عشان تقدر تتقاعد بخطة مريحة. هالشي يخليك تفكر وتقعد حاير بين وظيفة تخشش دخل كويس وبين وظيفة أنت تحبها. هالصراع مش بسيط، وعندنا في ليبيا زيد عليه أنك حتحط احتبال لخيرات أهلك ورغبتهم في البرستيج والمظهر الاجتماعي، وحتى ممكن تحير لعدم وجود خيرات واجدة في جامعاتنا. في أحيان أخرى العمر اللي أنت مفروض تقرر فيه مصيرك الدراسي هو غالباً العمر اللي أنت تكون فيه حايس ومش عارف شن تبي من الحياة، وفي أغلب دول العالم الأهل يشجعوا عيالهم ياخذوا سنة راحة عشان يقدروا يقرروا هم شن يبوا وشن المجال اللي حابين يكملوا فيه. وبسبب تفاعلكم على بوست لما كنت صغير شن كان خاطرك تكون، اللي دارت قناة سلام على صفحتنا على الفيسبوك واللي كان فيه إجابات مختلفة عن رغباتكم لما كنتوا صغار ووين قاعدين توا، هالشي خلانا نسلط الضوء على هالموضوع. وبالإضافة إلى ذلك سأل فريق الإعداد بعض الأمهات عن رغبات أطفالهم، ونحن كفريق شارك نتمنوا أن الأهل يدعموا خيرات أولادهم ويساعدوهم يحققوا أحلامهم وطموحاتهم. أنا اسمي عرا، عمري 6 سنوات، لما نكبر نجد معلمة نبي كبير نأتي بلاي دولي كابتن طيارة الفضاء نكون مهندس نور وحدد طبقات الأرض بنور للسماء. محمد أنا عمري 12 سنة، لما نكبر تحب نكون طيار. أنا اسمي يمنى. تحدي جديد من التحديات المشهورة على السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة كان بين المغني الشاب الأمريكي جاستن بيبر اللي طلب على حسابه في تويتر تحدي الممثل الأمريكي أيضا توم كروز. وغرد جاستن في تغريدة لا كتب فيها أريد تحدي توم كروز لعراك داخل حلبة كقفص ملاكمة المحترفين، ولو رفضت يا توم معناها خايف ومش حتقدرني. بعض الأخبار تقول إن توم وافق واشترط إن تكون المباراة بقفص مرتفع ولا يوجد به قاعدة استسلام، والتحدي هذا لقى تفاعل كبير مع الناس في تويتر وأصبح ترند بين متابعي جاستن وتوم والعديد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير. أوكي. مسلسل الجن قصة شفتوها في إحدى حلقات شارك وحنشوفوها الآن.
جن مسلسل دراما وفانتازيا عربي أردني يعرض على الإنترنت من إنتاج شركة نتفليكس الأمريكية، وهو أول مسلسلاتها العربية، وحينعرض ب 29 لغة مختلفة وفي 190 دولة. وتوقعت نتفليكس أن يتابع المسلسل حوالي 150 مليون متابع حول العالم. هالعمل صنفته نتفليكس بالعمل الشبابي الموجه للمراهقين، واللي تم العمل عليه بطاقم شبابي أيضا، وهو من إخراج مشترك لبناني أردني. طفلك مش حموها الجن، هدول الناس مش بشر. إيه اللي بتضع أذانك على الصخر كيف؟ وتم تصويره في البتراء بالأردن بعد الحصول على إذن من السلطات الأردنية، وتم إطلاقه يوم 13 يونيو في حفل ضخم ضم الأميرة ريم علي وكل أفراد طاقم المسلسل. تسمع صوتهم. تدور أحداث المسلسل حول مراهقين اكتشفوا جن في مدينة البتراء الأثرية وحاولوا يوقفوه من تدمير المكان اللي هم عايشين فيه وقتل أسرهم. أثار المسلسل ردود فعل كبيرة في أول يوم العرضة، واتهم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خادش للحياة من خلال بعض اللقطات الجريئة والكلمات المستخدمة. ومن أهم ردود الفعل اللي صارت إن المدعي العام في العاصمة الأردنية صدر أمر بوقف المسلسل بشكل فوري لأنه مخالف للأداب العامة، وأخلت الهيئة العامة للإعلام في الأردن مسؤوليتها عن عرضه ودعم المسلسل، وهددت أيضا سلطة إقليم البتراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن العمل لما يضمن المسلسل من إساءة لأخلاق الشعب الأردني. أما شركة نتفليكس فنددت بما سماته موجة التنمر اللي صارت ضد الممثلين وطاقم عمل المسلسل، وأعلنت أنها مش حتتهاون مع التصرفات والألفاظ الجارحة الموجهة لطاقم العمل، وأكدوا أن موقفهم متمركز على التنوع والشمولية وتوفير مساحة آمنة لمحبي المسلسلات والأفلام. المسلسل أثار ضجة في عدة مناطق عربية، وأكيد ليبيا ما كانتش استثناء، وجت ردود الفعل متباينة زي المدون الليبي العارف حسن اللي قال إن المسلسل من ناحية فنية هو كارثة وتجربة مخيبة للأمال، وطالب حتى باسترجاع 30 دقيقة اللي ضيعهن من عمره عليه، ولكن في نفس الوقت انتقد ردود الأفعال المهاجمة للمسلسل بشكل شخصي مش فني. وقال الكاتب الليبي أحمد البخاري إن الضجة اللي صارت تخليك تتأكد إن العرب هم أسرى للفكر الماضوي ومنظومة الشرف والعيب والاستعراضات الأخلاقية. وعلقت الإعلامية الليبية فدوى الجلال وقالت على أني من رغم ما شفتش المسلسل لأن الفن هو مرآة للواقع مش شيء منفصل يدعي الفضيلة. هذه كانت حلقة شارك اليوم، نتلاقوا الأسبوع القادم، مع السلامة.